يسوع. في هذا اليوم أيها الأحباء نحيي ذكرى صلب ربنا وإلهنا يسوع المسيح، ويجدر بنا ونحن نحيي هذه الذكرى أن نتقرب منه لنفهم رسالته الإلهية التي جاء بها إلى العالم. فيسوع جاء لأجل هدفين وخدمتين وأمرين، هما أولا التعليم، ثانيا الخلاص. فلندرس هذين الأمرين في هذه الوقفة ونحن نتأمل صليبه وآلامه وأحزانه. يسوع المعلم قال له المجد وهو يخاطب أباه السماوي: والعمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، مشيرا إلى عمل التعليم. وقال لرئيس الكهنة أثناء المحاكمة: أنا كلمت الناس علانية، أنا علمت في الهيكل حيث يجتمع اليهود، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. وقبل صفة المعلم من تلاميذه يوم غسل شخصيات يهودية مرموقة كنيقوديموس والناموسي، فيقول: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ولا شك فقد جاء يسوع معلما كفوءا للتعليم ومثالا لما يعلم به. كان يسوع يشدد في تعليمه أن يعلم الإنسان على مصالحته مع الله وربط العلاقة مع الله، فبين لنا أن الله هو أب محب وليس إلها قاسيا، فتنصب قساوته على الخطيئة وعلى الذين يسلكون في طريق الخطيئة، وأن الله مستعد أن يضحي من أجل الإنسان المخلوق الغالي لدى الله، فكما قال أنه مستعد أن يضحي أيضا بابنه، كما قال: هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. وهو يدرك 99 خروفا ويطلب الضال، فيكون فرح في السماء بخاط واحد يتوب. هذا هو شعور قلب الله اتجاه الإنسان. لهذا يسوع يشدد على مصالحته فيقول: اطلبوا ملكوت الله وبره. علمنا يسوع على تحسين علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، فقال: تحب قريبك كنفسك، والقريب هو كل إنسان يحتاج إلى مساعدة. وعلى
الشهيرة، فمثلا قال: من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. كان يريد من هذا القول أن يكون في قلب الإنسان نقاء وعفة وأفكار صالحة، وحذرنا من الغضب والحقد، وعلمنا محبة العدو. لماذا؟ لأن ملكوت الله في داخلنا، والملكوت ينتج منه سلام ومحبة ووئام. علمنا الخدمة، وأوصى تلاميذه وكل إنسان أن يخدموا بعضهم بعضا، ورفع من شأن الخدمة إذ قال: والكبير فيكم يكون خادما للجميع. وكان مثالا في هذا إذ انحنى أمام تلاميذه وغسل أقدامهم، وغسل الأرجل لا يعني إلا الخدمة حتى لو كانت تلك الخدمة بمقام العبد. وعلمنا أيضا أو أوصى تلاميذه وأعطاهم سلطانا أن يشفوا المرضى ويقيموا الموتى ويفتحوا أعين العميان. ما هذا إلا خدمة للبشرية الموجوعة. فكان يسوع رد بعنف على أولئك الذين انتقدوه بأنه يخالط الخطاة، فقال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لأن الخدمة هي أن نخدم كل من هو بحاجة إلى خدمتنا، والخدمة هي بالأعمال. فكما قال عن نفسه: أن ابن الإنسان لم يأتي للعالم ليخدم بل ليخدم وليقدم نفسه فدية عن كثيرين. علمنا التواضع، وجعل من التواضع سلما يصعد الإنسان إلى السماء، فقال: من رفع نفسه اتضع، ومن وضع نفسه ارتفع. ومن جملة تواضعه إنه كان يخالط كل بشر، كل إنسان، وخاصة الفقراء والمعدومين. وكسر كبرياء اليهود الذين كانوا ينظرون بعين البغضى والازدراء بالبشر الذين لا ينتمون إلى ديانتهم بأنهم بهائم لا بشر خلقة الله. فكبر يسوع في إيمان الوثني، ذاك الوثني قائد المئة والكنعانية وأولئك الأمم الذين جاءوا بوفد ليلتقوا مع يسوع ويسلموه رسالة، وحسب ما يظن أنهم كانوا وفدا من مدينة الرها. وبعمله هذا هدم العنصرية والفردية، ومهد الطرق والسبل، ومد الجسور بين البشر. ففي نظر المسيح كل إنسان هو خلقة الله، مخلوق على صورة الله ومثاله، لا ذكر ولا أنثى، لا يوناني ولا يهودي ولا وثني، الجميع واحد في المسيح يسوع. علمنا المحبة بقوله: كما أحببتكم أنا أن تحبون بعضكم بعضا، لأن المحبة تهدم الحواجز بين البشر، بل حتى أن لا نغضب وأن نصلي من أجل الذين يسيئون إلينا. لم يكن يسوع معلما بأقواله وحسب، بل بأعماله وحياته المثالية. لهذا خلق تعليمه الثقة
بذاته. وأكبر برهان أنه علمنا المسامحة أن نسامح بعضنا بعضا، وفي هذا اليوم يغفر ويسامح صالبي بقوله: يا بتى اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. كل ذلك لكي يكون إنسان الله كاملا ومتاهبا لكل عمل صالح. نتوقف الآن عن الحديث ونسمع ترتيلا، وبعد ذلك نكمل حديثنا.